هاي 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 والله هي تاجرة مني وانت تاجرة مني والله بقيت حداية ما خليك قبلك لا حول ولا قوة الا بالله العظيم قبلك لا حول ولا قوة الا بالله قبلك بس بس لمينا فيك هاي 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 تغيروا حق اجرة مني عليه جزيمة وجزيمة متلتك كان بقيت حداية انا الحقك انا شقي انا شقي والله انا شقي انت في فرنسا ليس بالشقي قطعت قلبنا من جري يا الحاج مالك بتتهبر كدي والله يا رجلي والله يا رجلي اخوانا انا خليت لكم غاره شنو غارتين خليت لكم افريقيا وخليت لكم اسيا جيت هنا الغاره الكبرى الغاره عيوس جيت لي فرنسا برضه لحقني شوف يا الحاج احنا ما يفرقنا منك الا الموت حليمه حليمه انت بالذات انا بطلعك حليمه انت بالذات تسكن ساكت يا اخي انا منور ده مغصوب عليه انت يا ما فيشني يا اخي انا بيتحب القنا ومنوفل ذا القنا ويت وانا يا بختنا عيت وانا ومين زينا ايوه حزارك ثم حزارك حسي كزي برميل المدردك ده ما سوي لنا هنا كذا اخوان اقول لكم قوله ناخذ لنا يعني جمه شويه كذي من الجكه الجكينه هذه والله انا ركبي ده سيحن عديل كذي ومعاها جوعه قلتوا غني سيك سيك وعلق فيك على الحاد صحيح مو لكم راح يا ريتك هالحاج ودرت علينا شنطة حليمة فرنسا بركة الراعي شنطة حليمة فيها قروش حواليك ساعة ويقوم من جربناها هادي يا حمك لجري قلت ترميها رماها بلا يحمها J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui et ce fut toi Je t'ai dit n'importe quoi Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser Oh Champs-Élysées انت يا طلس مبارح الناس دي الجرو انا اللي جران قلبي جريني شنو والله انا شفتك جريت جريت الله ان شاء الله لا ديون عشان انا عارف زاد جرينا وهم جروا ليه وانا جريت ليه خلاص وصلنا فرنسا بالسلامة قطعنا البحر نحمد الله ولو وصلنا فرنسا انت في فرنسا انت قايل روحك وين يا بجم اسمها فرنسا بالسين وليس فرنسا انت فرنسا بحر يا فرنس ها قلب اشوفوا ليه ايه بقى اسوي لي بليله اقعد عيش بليله العيش اليابس تبوق البلد الكابس كرامه كده يعني مرقتنا من البحر بشدوق ده ولمتنا في الحال ايوه والله ها شباب دي فرنسا هيا الى فرنسا تفرنصوا فرنسا لا هواده فيها حباب فرنسا عاصمه باريس شوفوا اخوانا شخصياتكم القديمه دي لا تنتهوا منها اعتبروا نفسكم انه اتكتب لكم عمر جديد هنا في فرنسا عليك جزيمه الحاجة يا اخوي نحن فرنساويين ابجزم حليمه ابتسمي يا اخ وشك المكشر يا اخي فانت في عاصمه الفن والزهور والجمال بس ما تنجعجع أصلا دي بس ما دي ولا رعدة كده أنا ولي ما تبتسم أنت عليك النبي أنا أبتسم إذا أنا موجود عبد الله كل ابتسامة فرنسية ولا روسية كده دي رتس ها واحد اثنين ثلاثة عليك النبي ذمتك أسري ابتسامة ولا كومتبش إذا كان رب المنزل لا يعرف الابتسامة فشيمة أهل البيت التكشيرة كذا الحاجة يا أخوي أدينا ابتسامة نموذجية هكذا دواليك يا منوفري أوه صواريخ أوه بابا السلام عليكم كيف السلام عليكم فورا السلام عليكم ازيك صاروخ كيف الاخبار حليمه السلام عليكم كيف الحال تمام يا حدا رجل السؤال امبارح جريت مالك انت والله يا اخونا هو ما تعرف ما شنو انا اقول لك شنو يعني الحقيقه والتاريخ كده انا ما شنو بتدرب على الماريسون اهوي هوي والله الحاج ده جري جراه ده
جري الارنب بس دي جكة ساقط. خلي جري جريته تجري دول بهين يا اخوي. هاي شوف لنا بيت نتلم فيه. جميل. هذا انت تسكن في شقة ولا فندق ولا استوديو؟ استوديو شنو انا؟ انا صار جعانين ولا كيف؟ انا فري 100 مرة كلمتك قلت لك ما اتكلم ساكت. الاستوديو ذا مسكن يا مسكين. قمنا على اللخبطة من هسا عليدي. بدي وروني امكانياتكم الحقيقيه يا جماعه عشان اقدر اساعدكم. امكانيات السكن بالنيات يا اخوي. النيه زعمل سيده رحكم الله الكراتين والحدائق محمدانا. اه انا هو علي الجزيمه حليمه دي في علب الصاصه تسكن راح ودونا بس. والله يا جماعه دي ماساه. في اسر كثيره جدا جات هنا تعذبت عذاب شديد وتعبت تعب شديد تعبت مع الناس ذاته هنا. يعني زي اسر جات باطفالها ما ادوني غامه ما توفوا والاطفال قطعوا مدارسهم. أدوا الأطفال وما أدوا الأب والأم. نسوان جو يعني أنجبوا هنا وما أدوني غامة. الإبن بطبيعته حيدوا لي غامة. أمه حتعمل شنو؟ أنا في أسر كثيرة كده يا جماعة سكنت في الحدائق وبشتنت شديد واتبهدلت. ها وأنا صاريخ أري علي الحدائق والكوبري. اتحركوا ركوم. ها يا ما الغدا كيف؟ قرع علي أنا البحتة ويكتب كجيك في لبنان. كان عارف روحي مقطع البحر ما كان جيت بحتة هنا في فرنسا باليورو. كجيك يكتب هنا في فرنسا باليورو. لا بنوفري هاي ما تصرف يا أخت مع حريف من زمان يا حمينا. هذه العمار كنت بصرفت شوفني الغداء وشوفني الغداء يا أخي. والله يا أخوانا أنا عندي يعني قروش سودانية ورقم 20 جنيه بيجيب شنو دي؟ جنيه؟ هاي جنيه عليه يا أبا جنيه ما عام غريق وانتهى العزاء. هنا يا بدر ما انا اعطيك اليورو. اليورو هسي يا رجال قال لك قطريح طيبات ساكت ما بسوي لكم سخينه. عندي بصلتين وحبة زيت غدر ظروفك يعني. حليمه يا اخي احنا في فرنسا يا اخي السخينه برضه مباريانا هنا وتدردق ورانا. عشان يقول مشينا المطعم نقول شنو بالفرنساوي. يا اخي انت الحقيقه كمان ما قريت السلام. انت يا منوفلي قول له ادينا تقليه بالفرنساوي ان شاء الله باقي ملح الفطور. توكل يا منوفري توكل. ها انا بحرس لكم العقاب هنا وشنطكم المافي. الحاج هوي دخل ايدك في جيبك وامرق اليورو جاي. منوفري بقول لك نصيحه. البلد دي هنا الاكل فيها مجان. امشي اقول لهم انا لاجي افريقي محترف. ايه الاكل مجان؟ سامع ارجوني هنا ما تفوتوا غيدان مولا. كان كده يا حليمه ما سويت انت يا ضيمان.